ليس بزيارتي لأقارب أو تفقدي لأصدقاء معينين، لكنها كانت لإكمال إنجاز بدلتهم الصحية عند خياط اعتادوا أن يكونوا زبائن له. وكلما تقدم يبدو عاديا، لكن الغرابة أن تجد مع تلك الماكينات إخوة ثلاثة يمتهنون نفس المهنة، ولكل منهم عالمه الخاص الذي ينشغل به بعيدا عن عمله في الخياطة. حسن دائما ما يأخذه الهيام وإحساس القلم للغوص في أعماله الروائية ومقطوعاته الشعرية التي تبقى أسيرة أوراقه وبرفقة ماكينته المتقادمة في بلد تعدد مثقفوه بدون وجود ما يحتضنهما. مرحلة الوباء اللي جاي نمر بها وفرت لي يعني أنا أحس بها وفرت لي وقت ومساحة أكثر. رجعت بديت أراجع كتابات اللي كاتبها، اللي ما مكملها بديت أكمل بيها. المقطوعات اللي كنت عايفها نص ونص بديت أستأنف في الكتابة. الروايات عندي رواية بعدها ما كاملة، ولو انتقل شغلنا للبيت لكن هم مقسم وقتي بين العائلة بين العمل بين الكتابة. أما مرتضى يحاول أن يناغم أدوات رسوماته التي تأثر بمن قام برسمهما، رغم طموحه الذي تمر الأيام دون تحقيقه بمعرض صغير يحتضن لوحاته، وأن لا تبقى في عرض لمن يحاول التنقيب عن موهبته. يعني احتياجات المحل نقلناها للبيت، عوضنا عن شوية أهم أحسن موغل هيتشير، بس تبقى كل شخص عنده موهبة يعني يستغلها يعني هالفترة هاي. الهدف انه يعني ما اقدر استغنى عنه، يعني هو فن والفن لازم يصير شيء اساسي. واكبرهم عمرا مثنى هو جزء من حائط الصد الصحي الذي يجتهد في واجبه الوظيفي ويكمل بعدها خياطة طلبات زبائنه المعتادين. اخوة كنا نمارس عملنا بالسوق، وبعدين بسبب الظروف الراهنة اللي تمر على البلد حاولنا ننقل عملنا يعني باعتبارنا أصحاب عوائل لبيوتنا، بس بدون تجمعات حتى ما تصير مشاكل صحية، وباعتباراني يعني عنصر صحي. ونحاول يعني بعد العمل نسوي لنا فد فكرة حلوة لأصدقائنا، نخيط لهم فد كمامات. وأن انتقل عمله من السوق إلى داخل بيتهم الصغيرة، لكنه كان كفيلا بكشف مواهبهم للعلن وخياطتهم المجانية للكمامات. ولم أجد بعد جلسة مطولة معهم إلى أن أكتشف بأن رسمتي واسم القناة جاءتني هدية بعد دخول مرتضى إلى صفحتي الشخصية وإيجاده صورة ساعدته على الرسم بوقت قصير. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.